على كل حال المزيد من المتابعة عبر الهاتف ينضم إلينا من موسكو الدكتور أحمد سعد أمين استشاري أمراض البطنة. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك فندم. أهلا. روسيا الحقيقة تسجل أعلى مستوى قياسي جديد من إصابات كورونا، يعتبر تقريبا هو الأعلى منذ نهاية العام الماضي. ما دلالة هذه الزيادة، خاصة أن على الجانب الآخر من المفترض أن عمليات التلقيح أو التطعيم بلقاح كورونا مستمرة يا دكتور؟ هو والله بالنسبة للأعداد هي طبعا بعد ظهور المتحول الجديد دلتا هو اللي مسيطر على الوضع هنا في روسيا وخصوصا في موسكو وسان بيترسبرغ. بالنسبة للقاحات اللي فيها نقطة مهمة عايز أوضحها، إن الشخص اللي بياخد اللقاح مش معناه إن الفيروس ما بيظهرش، يعني في ناس بتبقى واخدة اللقاح وبيظهر عليه الفيروس إيجابي مع مسحة الحلق اللي هو البي سي آر. فمش بالضروره ان الشخص خد اللقاح معناه ان هو محمي من الفيروس، هو اللقاح بيؤدي بس وظيفه الحمايه من المضاعفات والحمايه من الموت. فالفيروس الدلتا هو اللي منتشر زي ما بقول لحضرتك، انتشاره سريع، لكن الوضع الصحي عامه مش متدهور، يعني الاشخاص اللي عندهم الفيروس بيتلقوا العلاج اما في البيت تحت متابعه وزاره الصحه او بيبقى في بعض الحالات بتحتاج الحجز نعم. في المستشفى، لكن ما فيش يعني تكدس في المستشفيات. طيب. بالرغم من ارتفاع العدد. عمليات التلقيح الى اين وصلت في روسيا دكتور احمد؟ كم نسبه من تم تطعيمهم بالفعل باللقاحات المضاده بكورونا؟ وهل بالفعل بدا التطعيم بما يسمى بالجرعه المعززه للقاح كورونا؟ بالظبط يا فندم، الجرعه المعززه ابتدت من يمكن حوالي 3 شهور او شهرين فاتوا، او شهرين تقريبا بدات الجرعه المعززه، ودي بتبقى بعد 6 شهور من الجرعه الاولى، لان احنا ابتدينا حمله التطعيم الكبرى كانت في بدايه السنه، فبعد مرور 6 شهور او 7 شهور بنبدا ندي جرعه معززه للاشخاص اللي بيحتاجوا او حتى الاشخاص اللي مش محتاجه لوجود اجسام مضاده. برضو وزارة الصحة مديها تصريح ان المواطنين ممكن ياخدوا الجرعة المعززة. ده الوضع حاليا يعني. نعم طيب. بالنسبة للقاحات اتفضل يا فندم. بالنسبة للقاحات احنا عندنا 3 لقاحات، التلقيح مستمر، المواطنين بياخدوا اللقاح. النسبة المئوية اعتقد كانت من حوالي شهر ونص او شهرين برضو كان وصلت حوالي من 28 ل 30% نسبة تلقيح بالنسبة للعدد الإجمالي للمواطنين الروس. نعم، هل يعني تم الفتح الكلي في روسيا أو في موسكو على أقل تقدير دكتور أحمد مع ازدياد عمليات التلقيح؟ بالنسبة احنا ما فيش أي تقريبا ريستريكشنز، هي الحاجة الوحيدة أو الإجراءات الاحترازية اللي موجودة هي الماسك، في بعض الأماكن بيبقى الماسك والقفازات يعني في بعض الاماكن، لكن عموما المطاعم، السينمات، المدارس، كل حاجه يعني احنا المدارس بدات في اول سبتمبر الدوام كامل وما فيش اي مشكله خالص. وزي ما حضرتك بتقولي ان التلقيح ماشي متوازن. نعم. مع النشاطات الاخرى. صحيح، انا بشكرك شكرا جزيلا من موسكو الدكتور احمد سعد امين استشاري امراض البطنه، شكرا جزيلا لك.